ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها قناة الحقيقة الدولية في شهر رمضان المبارك، واقع الخدمات الملموس من المواطنين في لواء ذيبان ومناطق لب ومليح، ضمن التقرير اليومي إن شاء الله سنكون معكم في قضايا وهموم المواطنين، واقع الخدمات وتسليط الضوء على عدد من القضايا التي تهم المواطنين وبشكل يومي من منطقة لواء ذيبان ومنطقة لب ومليح. بلدية ذيبان مساحتها 536 كيلو متر مربع، عدد سكان المنطقة 32,000 نسمة. هاي مساحة شاسعة، تقوم البلدية على تغطيتها بالنظافة وجميع الخدمات من فتح وطرق للبلدية. تواجهنا مشاكل عديدة في البلدية، منها الأبنية الواقعة على خزينة الدولة. في عندنا حوالي 40 بيت على أراضي الخزينة و40 بيت على أراضي الحرائر. حاب أن أعطي إيجاز عن لواء ذيبان. تقريبا مساحة لواء ذيبان حوالي 40,000 نسمة، ومساحة اللواء 536 كيلو متر مربع. يوجد في لواء ذيبان دوائر حكومية تقدم الخدمات للمواطنين، ومن ضمن هذه الدوائر اللي هي مديرية التربية في لواء ذيبان، ومكتب مديرية أحوال مدنية، ومكتب أشغال في لواء ذيبان، ومديرية زراعة في لواء ذيبان، ومستشفى حكومي. المستشفى الحكومي في لواء ذيبان مستشفى ممتاز جدا، يقدم الخدمات للمواطنين بشكل ممتاز، ويوجد فيه أسرة لاستقبال المرضى ويعالج المرضى على أكمل وجه. ويوجد كمان في لواء ذيبان مركز صحي أيضا كمان يقدم الخدمات للمواطنين، وهنالك مكتب مياه في لواء ذيبان. معظم الخدمات تقدم عن طريق الدوائر في لواء ذيبان، وهنالك تنسيق ما بيننا وبين مدراء الدوائر، بحيث أنه أي مواطن بيحتاج إلى خدمة فنحن على أكمل وجه بالنسق مع الدوائر الموجودة، ونقدم للمواطن في لواء ذيبان الخدمات التي إحنا نقدر أنه نقدم له إياها بشكل أنه يعني بتريح المواطن في لواء ذيبان. وهنالك دائما تنسيق دائم ومستمر مع مدراء الدوائر في لواء ذيبان، بحيث أنه بنقدم كل التسهيلات للمواطنين في لواء ذيبان. الأبنية الواقعة على خزينة على أراضي الخزينة والواقعة على أراضي الحراج مخصصة لوزارة الزراعة. يعاني أصحاب الأبنية الواقعة على هذه الأرض من مشكلة عدم القدرة على إيصال الخدمات لهم من كهرباء ومياه وطرق، وخصوصا منطقة المشرفة المحاذية للشارع الواصل بين مادبة وذيبان. عندنا مشكلة الانقطاع التيار الكهربائي خصوصا في فصل الشتاء وعلى الأحياء وعلى الشوارع. من ضمن الوقائع وضمن الخدمات التي تقدم للمواطنين منطقة لب ومليح، واقع الخدمات يتحدث المواطنون بأنه لا يصل إلى المستوى المطلوب. أحد المواطنين، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أتحدث عن واقع الخدمات في لب ومليح، تفضل. والله بالنسبة لواقع الخدمات بمليح حقيقة معدومة الخدمات حقيقة، يعني خاصة النظافة، النفايات والنفايات، يعني لا في حاويات، لا في خدمات، حتى الشوارع يعني الشوارع ما في اهتمام فيها. وغير الشوارع المي حقيقة المي يعني في معاناة من المي، لكن في الوقت يعني الفترة الأخيرة يعني صار أحسن من الفترة الماضية. انقطاع الكهرباء
لا الكهرباء كويسه يعني كويسه. اذا بمليح مي اكثر خدمات يعني اكثر شيء المي؟ لا نعاني من النظافه تقريبا اكثر شيء من النظافه يعني. نعم. نظافه الحاويات وال... طيب شو توجه رساله انت؟ اوجه انه المسؤولين البلديه انهم هذول البلديه حقيقه لا فيش اهتمام بالمنطقه بالشوارع بالنظافه بال... السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تحكي لنا عن واقع الخدمات في الوادي بان. اول شيء اهلا وسهلا اهلا بكم بالوادي بان. في الخدمات في ذيبان والله في يعني في حيازيه في خدمات كشوارع والله ممتاز وكنظافه ممتازه. اما بالنسبه للمياه لوا ذيبان مش كثير بالرغم انه احنا بين سدين بين سد الواله وسد الموجب، وبالرغم انه يعني وفره المياه بلوا ذيبان احنا نعاني كلوا ذيبان نعاني من قله المياه. غير المي بالله والله الوضع الخدمات كويسة، الكهرباء بس الكهرباء في 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 انقطاع متكرر. نعم. بس سلامتك. مي وكهرباء يعني هم بس. نعم بس. شكرا لك. طبعا أحد الشباب الموجودين في الوادي ذيبان يتحدث عن واقع الخدمات في ذيبان. السلام عليكم. السلام. أول شيء نحب نبعث تهنئة لسيد البلاد بشهر رمضان المبارك، وبالنسبة لخدمات ذيبان يعني ممتازة جدا ما في أي شيء. خدمات أحلى من هيك خدمات ما في بهذا اللواء. تشتغل حضرتك؟ موظف حكومة. الله يوفقك. الله يحفظك. شو نقص الخدمات اللي موجوده في الوادي بان اذا في مجال انك تحكي عنها؟ والله خدمات كويسه الحمد لله. نعم. الحمد لله خدمات كويسه وتمام كويس. مي وكهرباء وشوارع ونظافه و... والله مي صار اسبوعين مي انقطعت. نعم. اسبوعين يعني اسبوعين حوالي ثلاث اسابيع انقطعت. نعم. ما في مي يعني. ما في مي، مي والله صار حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع ما في مي. من دوار ذيبان موفدين الحقيقه الدوليه ينشرون واقع الخدمات في اللواء مشاكل وهموم، تسليط الضوء على عدد من مشاكل لواء ذيبان للمسؤولين، المواطن يسأل ويستغيث ويطلب بحل مشاكله من المياه والطرق والخدمات العامة والكهرباء. هذه أهم وقائع مشاكل لواء ذيبان، وعودة إليكم إلى استديوهاتنا في الحقيقة الدولية.